أهلا بكم من جديد في وقت انتهى فيه اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الطارئ بتفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت باتخاذ قرار بشأن طبيعة الرد ضد حزب الله وتوقيته. تواصل القصف والقصف المضاد على الجبهة الشمالية بين إسرائيل ولبنان، ورغم نفي حزب الله بشدة وقوفه وراء الضربة التي حصلت في مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة وأسفرت عن مقتل 12 شخصا، فإن إسرائيل حملت حزب الله المسؤولية وتوعدت بتوجيه ضربات موجعة له. هذا وفي وقت أوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى لبنان، كما دعت العديد من الدول الغربية رعاياها في لبنان للمغادرة فورا. قال الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه رفع جاهزيته للمرحلة المقبلة من القتال في الجبهة الشمالية مع لبنان، فيما نقل إعلام عبري عن الجيش توقعاته بجولة تصعيد تستمر لعدة أيام. هذا وحذرت عدة دول غربية الأطراف المعنية من تصعيد نطاق الصراع، داعية إلى ضبط النفس وعدم التورط في توسيع نطاق المواجهة. إلى ذلك حذرت طهران من أن أي عدوان على لبنان ستكون له عواقب وخيمة ولن يمر دون رد. مشاهدينا، وأجدد ترحيب ضيفي هنا في الاستوديو السيد عادل الحمدي الكاتب والإعلامي، كما أجدد ترحيب ضيفي من اسطنبول دكتور عبد الرحمن الفرع الباحث في العلاقات الدولية، كما أرحب بضيفي من بيروت دكتور علي شكر أستاذ العلاقات الدولية. دكتور علي شكر، لو بدأت معك، بعد أسابيع من أو ربما أشهر من ضبط إيقاع التوتر والمواجهة على الجبهة الشمالية مع لبنان، اليوم عدنا فجأة إلى تصاعد نذر الحرب، إلى أين تتجه الأوضاع على الجبهة الشمالية؟ تحياتي بداية لك ولضيفيك الكريمين. أعتقد بأننا لا نزال ضمن الصف الذي كان موضوع منذ بداية هذه المعركة، بمعنى أن الحديث عن التصعيد اليوم جاء نتيجة ذريعة اتخذها الكيان الإسرائيلي سعيا منه لتوجيه الأنظار إلى الجبهة اللبنانية، وهذا ما كان سعى إليه منذ شهر تقريبا، ولم يتمكن من ذلك انطلاقا من المسيرة هدهد وخطاب سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي أعلن بأن الحرب في لبنان لن تكون نزهة، ستكون حربا فعلية وستنعكس بشكل كبير على الكيان الإسرائيلي. اليوم أعتقد بأن المأزق الذي يعيشه الكيان الإسرائيلي، زيارة رئيس وزراء العدو إلى أمريكا التي لم تحدث أي تغيير على مستوى أي جبهة من الجبهات، على مستوى هذه المعركة، على مستوى تغيير في آليات الدعم للكيان الإسرائيلي أو الحصول على أي مكاسب جديدة، بالتالي عاد خالي الوفاض. كانت يعني الزيارة فقط نوع من التعويم الشخصي لنتنياهو تحديدا، ولكن لم يكن لها انعكاسات على المعركة راهنا. لذلك أعتقد بأنه انطلاقا من محاولة الكيان الإسرائيلي لاستغلال هذا الحدث يعيد تسليط الضوء على الجبهة اللبنانية في محاولة منه لتخفيف التركيز على ما يحصل في فلسطين من مجازر، ولعجزه عن القيام بأي تحقيق أو بإنجاز أي أمر على مستوى استهداف المقاومة في داخل فلسطين. لذلك على الرغم من هذا الصوت العالي من التهديد، على الرغم من هذا الحديث عن الرد وطبيعة الرد وما إلى ذلك، أعتقد بأن الأمور مضبوطة. والدليل على هذا الوضع بأن الأمريكي في الأمس حذر الإسرائيلي من أن يستهدف العاصمة بيروت، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى الإخلال بمسار المعركة، وبالتالي ربما تغيير المشهد ككل والذهاب باتجاه معركة مفتوحة أو موسعة أو تصعيد كبير. لذلك الأمريكي لا يريد التصعيد، الإسرائيلي وحده لا يتمكن من التصعيد في ظل عدم وجود الأمريكي وإدارته لهذا التصعيد، لأن إسرائيل لن تكون قادرة على الاستمرار في المعركة. من هنا يمكن القول بأننا حتى على الرغم من هذا التهويل لا نزال ضمن الأطر التي كانت موجودة سابقا. طيب سيد عادل حامدي، إلى أي مدى يمكن القول أنه حادثة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل خدمت نتنياهو الذي لا يرغب في التهدئة والتوصل إلى صفقة في قطاع غزة ويريد توسيع الحرب والاستمرار لإنقاذ نفسه؟ طبعا أنت تعلم أستاذ زياد بأن حزب الله كان قد نفى مسؤوليته عن ما جرى في مجدل شمس،
ونحن نعلم بأن التقارير المتعددة متضاربة في مسؤولية من يقف وراء مثل هذه العملية التي جرت في الجولان السوري المحتل والتي أودت بحياة قرابة 12 طفلا أو شابا. ربما بناء على هذه المعلومات المتضاربة وعلى هذا الغموض الذي يلف ما جرى في مجدل شمس يجب النظر إلى المواقف الأخرى. ومن هنا يمكن الجواب على سؤالك أن هذه العملية ربما أتت في وقت كان فيه نتنياهو في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان حديثه وخطابه أمام الكونغرس الأمريكي قد جلب الكثير من الملاحظات السيئة تجاه الطريقة التي تحدث بها والمبررات التي قدمها للكونغرس الأمريكي والمظاهرات التي كانت قد عمت العاصمة الأمريكية واشنطن رفضا لزيارته ورفضا لحديثه أمام الكونغرس الأمريكي. ولذلك جاءت هذه العملية ليس فقط لإنقاذ نتنياهو وتقديم الحجة له على الاستمرار في حربه الشرسة ضد الفلسطينيين، وإنما أيضا في التخويف من أنه إذا لم يقف المجتمع الدولي ويمد إسرائيل بمزيد من السلاح ومزيد من الدعم فإنه معرض إلى التهديد من مواقع مختلفة. وهنا إشارة إلى لبنان وإلى إيران وإلى الباقي المواقع الأخرى التي أبلت، وللحقيقة التاريخية أبلت البلاء الحسن في مواجهة الاحتلال وفي تقديم ضربات موجعة للاحتلال على مدى الأشهر العشر الماضية من عدوانه على قطاع غزة. بالتأكيد ما يجري الآن في مجدل شمس والحديث الآن أو النقاش الذي يدور حول إمكانية توسيع الحرب هو أيضا جزء من التغطية على الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة بمختلف المواقع وعملية التجويع والقتل الممنهجة للشعب الفلسطيني. لكن مرة أخرى أقول بأن ما يجري في مجدل شمس هو تطور خطير للغاية، وأن اللعب بالنار مع حزب الله ومع إيران ومع أذرع إيران في المنطقة أعتقد بأنه سوف يكون مكلف ليس فقط لإسرائيل وإنما للمنطقة وللمصالح الدولية في المنطقة كذلك. طيب. دكتور عبد الرحمن الفرة، في ظل توقف شركات طيران دولية عن التوجه إلى لبنان وتحذير عدة دول غربية رعاياها وطلب منهم مغادرة لبنان، إلى أي مدى نحن أمام مخاطر جدية من اندلاع حرب شاملة على الجبهة اللبنانية؟ الحرب بالعادة تفرض على الأطراف في لحظة من خطأ ما أو من قرار متهور هنا أو قرار غير مدروس هناك، وليس بالضرورة أن تكون كل القرارات واضحة نحو الذهاب إلى حرب. صحيح أن العمليات المبادرة موجودة وأن عمليات التعرب كثيرة ما سجلها التاريخ، ولكن عندما نتحدث عن حروب واسعة وعندما نتحدث عن اشتداد مساحة اتساع واشتداد الحرب لتصل إلى كل أركان الدولة والمناطق المجاورة، فهنا نتحدث عن حرب تتدحرج بناء عن أخطاء أو عن قرارات غير مدروسة. اليوم نحن كنا من بداية هذه المعركة نتحدث عن أن جبهة الإسناد في الشمال هي جبهة في حدود معينة وضمن قواعد اشتباك واضحة. في لحظة من اللحظات كان من الممكن أن يحدث خطأ فيأخذها إلى منحى آخر. اليوم حدث هذا الخطأ، حدثت هذه الضربة في مجدل شمس، ويعني اليوم الاحتلال الصهيوني يتحين للرد وأعلن عن ذلك بكل وضوح أنه سيرد ردا قاسيا. ووفق ما تطورت إليه أوضاع المعركة خلال 10 أشهر الماضية فنحن أمام رد واضح من العدو، سيكون إما الليلة أو في الغد. هذا الرد بالضرورة إسرائيل ستتحرى بين قوسين في تقديري أن يكون ردا دقيقا وموجعا عن كل قارنة بالضربات السابقة أو عن الردود السابقة، ولكن من غير الممكن الحكم على هذا الرد أنه سيبقى في هذا الإطار، فقد تذهب الأمور إلى معركة مفتوحة إذا ما كان هذا الرد حقيقة غير مدروس وغير دقيق. طيب، يبدو الدكتور علي شكر فقدنا الاتصال معه. على كل حال أشكره جزيلا، أستاذ العلاقات الدولية كان معي من بيروت.
سيد عادل الحامدي، هل يمكن أن يعني ذكر دكتور عبد الرحمن وأيضا دكتور علي شكر بأنه المواجهة على الحدود اللبنانية ما زالت ضمن قواعد الاشتباك أو منضبطة، هل يمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة بخطأ ما؟ من يضمن استمرار الأمور تحت السيطرة؟ القول بأن الأمور تحت السيطرة هذا إذا قول فيه نظر وحوله جدل كبير، كيف نتحدث عن أن الأمور تحت السيطرة ونحن نعد الشهداء والموتى بشكل يومي؟ كيف نتحدث عن أمور تحت السيطرة وعشرات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين يعيشون في الفنادق وبيوتهم خالية والرعب يخيم على شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ كيف نتحدث عن استقرار ونتحدث عن أمور تحت السيطرة والاحتلال الإسرائيلي يتوعد ويهدد بأنه لن يترك ما جرى في مجد الشمس دون رد، والخطوط الجوية العالمية تقطع رحلاتها إلى بيروت ومطار بيروت الآن مليء بالمسافرين الذين يفترشون الأرض ويبحثون عن ملجأ متى يعودون إلى بلدانهم التي أتوا منها. نحن نتحدث عن حرب حقيقية على الأرض، وبالتالي القول بأنها تحت السيطرة أعتقد بأن هذا أيضا ما هو مفهوم تحت السيطرة. إذا كان تحت السيطرة والحرب قائمة منذ 8 أكتوبر الماضي إلى يوم الناس هذا، وعدد الشهداء يوميا في تزايد، والاستهداف يوميا في والاستهداف مستمر بشكل يومي، والتصريحات التصعيدية مستمرة، عن أي استقرار وعن أي سقف نتحدث؟ لا أعتقد بأننا ربما أمام استقرار، نحن أمام حرب حقيقية بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي. ما قيل اليوم يذكرنا ربما ما قيل اليوم عن أن وزير الخارجية اللبناني أو ما نقل عنه بأن الوسطاء أبلغوا الخارجية اللبنانية بأن إسرائيل سترد وأن هذا الرد لن يكون موجعا أو سوف يتجنب المناطق الحساسة، بما معناه أن اللبنان تلقت تطمينات من الوسطاء بأن إسرائيل ليست في وارد تصعيد الحرب. وهذه رسالة مهمة وعلامة استفهام أخرى كبرى، ما الذي يعنيه أن الاحتلال لأول مرة يطمئن عدوه بأن ضرباته لن تكون موجعة ولن تكون توسيعا للحرب؟ والنقطة الأهم والأكثر من ذلك، هل نتحدث إذا الاحتلال استطاع أن يقصف مواقع حساسة لحزب الله وقتل قيادات مهمة لحزب الله، وهناك تهديدات الآن حتى في وسائل الإعلام اللبنانية عن بعض الأسماء الكبرى في حزب الله، هل أن حزب الله وإيران سوف يقفان مكتوفي الأيدي؟ لا سيما وأن طهران اليوم منها تصريحات تقول بأن أي ضربة عسكرية إسرائيلية لحزب الله لن تترك إيران صامتة تتفرج. نحن أمام مرحلة أعتقد بأنها مرحلة خطيرة، وأعتقد بأن الدماء الفلسطينية التي ما زالت تنزف هي المعيار الأساسي لهذه الحرب. الحرب ستتسع ما لم تتوقف الدماء عن السيلان في قطاع غزة. دكتور عبد الرحمن الفرة، بالفعل إيران حذرت من أنه أي عدوان على لبنان لن يمر مرور الكرام. إلى أي مدى تعتقد بأنه مثل هذا العدوان يمكن أن يؤدي إلى حرب شاملة ويمكن أن تتدخل فيها إيران بشكل مباشر؟ أستاذ زياد، حقيقة لا أحد معني بأن تتسع الحرب، وهذا واضح من تصريحات وسلوك جميع الأطراف على الأرض، حتى من بينهم الاحتلال الصهيوني. الاحتلال لديه رغبة جامحة أن ينهي مقدرات حزب الله وينهي كل المكونات المرتبطة بإيران في المنطقة، لكنه لا يملك القوة والقدرة ببنيته الهشة والتي تعاني عقب كل هذه الأيام من القتال في قطاع غزة دون تسجيل أي إنجازات تذكر. لكن حقيقة نتنياهو معني بتوريط الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم معني، لكن بالمقابل هل الولايات المتحدة الأمريكية في ظرف
تدفع به أو تسمح لنتنياهو بتوريطها في هذا المشهد هي غير معنية. لذلك هذه الرسائل التي جاءت من الأطراف لطمأنة الحزب ولطمأنة إيران من أجل أن تكبح جماحهما عن توسيع الرد والرد المقابل. وبالمناسبة ونحن نتحدث الآن الحزب يستهدف مواقع عسكرية للاحتلال الصهيوني على اعتبار أنه يرد على استهدافات للاحتلال الإسرائيلي على اعتبار أنه ليس هو المتورط في ضربة مجدل عين شمس، ويعني يمضي ضمن السيناريو الذي رسمه وضمن الخطوات التي رسمها وضمن قواعد الاشتباك التي رسمها، ويحاول أن يحافظ عليها في ظل كل هذه الحالة المتشابكة من المباحثات السياسية ومن الجهود السياسية والمكوكية ومن الاشتباك المباشر على الأرض. ولكن لا أحد يضمن أن لا تتطور المعركة، ولا أحد يضمن أين سينزل الصاروخ الذي ستطلقه الطائرات الإسرائيلية في سماء لبنان، ولا أحد يعلم من الذي سيقضي شهيدا ومن الذي سيتأثر بهذا الصاروخ وكيف ستكون تداعيات اليوم واللحظة التالية لهذا الصاروخ لهذه الضربة. اليوم إيران تشاهد وتراقب وتؤثر في كل المنطقة عبر أدواتها وعبر من تدعمهم من جهات ومن قوى محلية في المنطقة. والمناسبة عندما وجهت إيران خلال المعركة ضربتها الشهيرة في الرد على استهداف دبلوماسيها في سوريا وفي القنصلية الإيرانية، هي كانت بين قوسين عملت اختبار واضح ومباشر لكل هذه المنظومات الدفاعية التي تنبري من أجل الدفاع والحماية لهذا المكون السرطاني المسمى بإسرائيل. بالمقابل أدواتها على الأرض اليوم تجاوزت كل الخطوط الحمراء بالنسبة لإسرائيل، وما حدث من حزب الله وما حدث من أنصار الله في اليمن إنما يدلل على أن عملية الإسناد التي تحدث إلى غزة هي عملية أيضا للضغط على الاحتلال الصهيوني ولكشف كل أوراقه ولتثبيته في هذه الزاوية. لكن اليوم نتنياهو يتصرف بعنجهية، يضرب كل الساحات ويستهدف كل يتجاوز كل الخطوط الحمراء ولا وغير معني بالاستقرار، معني بحاجة واحدة فقط وهي استمراره وبقائه في السلطة وتمرير يعني أنف يعني كل الأطراف في الأرض، ولا حتى معني بوجه أمريكا الذي بات معنيا اليوم باستغلال سيء لما يحدث في الانتخابات الأمريكية حتى يطيل من أمد المعركة ثقا لبعض الأماني على ترامب، وهو يعلم حقيقة أن ترامب نفسه ليس مفتاح الحل وليس بوابة الحل لدولة الاحتلال الإسرائيلي. أشكرك جزيلا دكتور عبد الرحمن الفراء الباحث في العلاقات الدولية، كنت معي من اسطنبول. سيد عادل الحامدي، نحن نصف ساعة تقريبا نتحدث عن ما جرى في مجدل شمس وهي في الجولان السوري المحتل، ولم نأتي على ذكر النظام السوري الغائب تماما عن المشهد منذ بداية العدوان على قطاع غزة وحتى اليوم بعد ما جرى في مجدل شمس. كيف تنظر لموقف النظام السوري وهذا الغياب تماما عن المشهد؟ طبعا هذا سؤال مهم للغاية. نتحدث عن الجولان السوري والرسائل المتبادلة بين حزب الله وإيران من جهة والاحتلال الصهيوني من جهة ثانية، وعن مخاوف الحرب التي يمكن أن تتسع بين الاحتلال وحزب الله وإيران، بينما النظام السوري بعيد كل البعد عن كل هذه وهو منشغل في قضاياه الداخلية. هنالك كثير من المعلومات والأنباء المتواترة عن وجود خلافات حقيقية تشق أيضا العلاقة بين الرئيس بشار الأسد وبين طهران، وقيل بأن الاستدعاء الذي تجرى مؤخرا للرئيس بشار الأسد إلى العاصمة الروسية موسكو كان تعبيرا عن هذا الخلاف بين طهران ودمشق وأيضا طهران وروسيا، وأن هنالك
تباعد إذا جاز التعبير بين مصالح نظام بشار الأسد وبين المصالح الإيرانية، وأن الروس الآن لم يعودوا معنيين بذات الأجندة الإيرانية في سوريا، وأنهم ربما يراعون كذلك المصالح التركية بالنظر إلى العلاقات التي تربط موسكو وأنقرة في الآونة الأخيرة، وأن بشار الأسد وضعت أمامه هذه الأجندة الجديدة، وبالتالي فوضع النظام السوري له إشكالياته الداخلية وله خلافاته التي تشقه في الداخل، بل هنالك بعض الأنباء التي تتحدث عن دور ربما يقوم به شقيق الرئيس بشار الأسد ماهر الأسد، وهو تقول هذه الأنباء بأنه أقرب إلى طهران من شقيقه بشار الأسد، وأنه يمتلك من القوة والنفوذ الاقتصادي ما يجعله مؤهل لأن يعيد تشكيل ربما ذراع عسكري آخر لإيران داخل سوريا. سوريا تعيش على وقع خلافات تشق العائدة الحاكمة في سوريا، وتعيش أيضا على وقع ذات الخلاف التقليدي بين حلم الشعب السوري بالحرية والكرامة والانعتاق من الاستبداد، وبين النظام الذي ما زال يفرض نفسه بقوة السلاح على الأرض. وهناك حديث الآن عن أن إذا جاز التعبير سياسات التطبيع العربية مع نظام بشار الأسد قد تتعرض لبعض التلكع ولبعض التعثر بالنظر إلى هذه الخلافات التي تشق العائد الحاكم وتشق سوريا في الداخل. وربما أيضا من المهم جدا أنه لا يجب النظر لا إلى ما يجري في سوريا ولا إلى ما يجري بين حزب الله وإسرائيل وبين فلسطين وإسرائيل بمعزل عن ما يجري في العالم. ليست إسرائيل هي الوحيدة التي تحكم في هذا العالم، وليست هي الوحيدة التي تقود العالم. هناك قوات دولية متصارعة ومتنافسة، هناك مصالح دولية كبرى يجب النظر إليها. علينا أن ننظر مثلا بعين كثير من علامات الاستفهام عما يجري في دول الساحل والصحراء، في مالي وعملية هزيمة قوات الفاغنر وروسيا في مالي. هذه رسالة مهمة إلى روسيا، وأن أنصار أو حلفاء الغرب في الساحل الأفريقي يستعيدون السيطرة على تلك المناطق في مواجهة الغزو الروسي إذا جاز التعبير لدول الساحل والصحراء ولمالي. علينا نتذكر أيضا زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى اليابان يوم أمس وحديثه عن التعاون العسكري الوثيق وتجديد الصلة بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة ربما المخاوف الصينية. لا يمكن النظر إلى ما يجري عندنا وكأنه يجري في جزيرة معزولة. المقاومة الفلسطينية والثبات الفلسطيني والصمود الأسطوري الفلسطيني يعيد تشكيل الخارطة السياسية في المنطقة، ويعيد أيضا تشكيل المشهد الدولي، والفلسطينيون جزء أساسي منه، وقد استطاعوا أن يعيدوا قضيتهم إلى صدارة اهتمامات العالم حتى وإن كان بثمن باهظ. وتلك هي مسيرة حركات التحرر الوطني في التاريخ العالمي عموما. أشكرك جزيلا سيد عادل الحامدي الكاتب والإعلامي على حضورك معنا. شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. ألقاكم بخير.